اي ماني معصب يا حمام عصب بطلت بدي بيت. روح يا تيتا جيب لي السمكات وتعا. روح يا تيتا جيب السمكات وتعا. لانه يون عزمي بيك وامك. شو هالحكي هيدا؟ شو ما في غيري بالبيت انا يعني؟ وين هيدا صار تقول السمك؟ هيلك وينه؟ ما روح جيب السمكات وتعا هلا. شو هالقصة هاي؟ اكثر شيبة ما اسمك تكفر شيمة؟ ايش ما في حدا هيدا ابو نواس؟ في حدا فوزي الا ما اسمك تكفر شيمة؟ روح روح عوفت ديني. يعطيك العافية. كيفك؟ منيح؟ يا خي وصلتك تيتا على السمكات خلصوا؟ ما حدا دق لي اليوم بس ما عرفت مين اللي وصاني. اي سمك؟ لك ستة ستة جميلة. حدا جميل دق لي اليوم هاي التليفون معي مدى بابا حيات تيتا هي اللي قالت لي قالت لي روح على مسمكة كفرشيمة. في غيرك مسمكة كفرشيمة؟ ما في غيري مسمكة كفرشيمة. فرشيمة مسمكة ولا مسمكة كفرشيمة؟ مطعم سمكة كفرشيمة. لك ليك انا بعدني عم بحكي مثل ستي ولك ما هلكتني ست بعدني اخذ كلام على ستي عم بحكي انا. يعطيك العافية يا كبير. صوتك بشيء أنا. لا يا خيي ما بو شيء صوتي بس بعدني خيي انا ست كبيرة يعني انا ستي منا صغيرة. السمكات وصلتك عليهم امبارح قلت لها اليوم رح جيب لك اياهم الصبحيه تاخذيهم. باسم مين يا خيي؟ جميله. خيي ما في حدا اسمه جميله يا معلم. نعم ما في حدا اسمه جميله. بس سؤال تفضل. انت ما فاتح جديد هون؟ بلا ما في حدا غيرك؟ لا ما حدا غيري. ما حدا غيره يعني مين يعني؟ اذا هو ما في مسمك غيره كفرشيمة يعني مين اللي حيكون في غيرك معلمه؟ انت عم بتضيعني هلا. ما عم ضيعك يا اخي. باسم مين الطلب؟ الاوردر باسم مين اجا؟ شو الرقم؟ في الأوردر. في سمك لونه تركواز. تركواز؟ الله ما خلقه بعد. هي قالت لي لون السمكات تركواز. يا خيي بعد الله ما خلق هيدا اللون. نعم ما فيها تركواز. هي اللي حكيت لي بدك منجيب سمك مندهنه تركواز كرمال ترضي ستك بس ما عندنا تركواز. لا هلا انت عم تمزح معي ولا بتحكي جد؟ عم بمزح معك. انا بنفاتح مصلحه بدي امزح معك. هي قالت لي لون السمكات تركواز يعني انت لا تعرف اي سمك موصيته تركواز. صح يا كبير؟ بعدين مش حرام كل السمك حاططهم بهيدا البراد؟ وين بدي احطهم؟ متقى الشتا بيبردوا السمكات يعني لازم يكونوا باردين. نعم لازم يكونوا باردين. طب انت بتقبل حدا يحطك محلهم؟ انت بتقبل حدا يحطك محلهم للسمكات؟ عم بسألك سؤال جاوبني. لا والله بس انت بتقبل حدا يحطك محل السمكات؟ لا ما بقبل حدا يحطك محل السمكات. وليش حاطين السمك؟ ما هو مطرحهم بالبحر مش هون مطرحهم بالبحر. اذا حطيتهم بالبحر انا مين بفتح مصلحتي ومحلي؟ شو رايك سكر حطهم بالبحر وسكر لهذا السمك للاكل؟ لكن للفرجي وللزينه. لا عم تمزح ولا بتحكي جد؟ يا خي انت لشكلك عم تمزح معنا عنا شغل يا خي. وشو لون السمكات التركواز اللي حكيتني عنه ستي؟ كيف لون التركواز؟ نعم تركواز كيف شو لونه يعني؟ قالت لي 2 كيلو سمك تركواز. لا في الاسم تركواز ولا في نوع تركواز ولا في موديل تركواز خيي. لا معلم يا خيي اشتري من الموجود عندي كل الاصناف. الله يصبرك يا هالروح. الله يصبرك يا هالروح. ستك لا ستك دقت لي ولا تركواز عنا. انت ليه معصب؟ خيي ماني معصب بس ما انت عم تستفزني. انا استفزيتك؟ ايه تركواز وستي وامبارح وما ما حدا دق لي. انا 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 غلطت معك هلا؟ خي عم تستلم حاسك عم تستلمني نوعا ما عم في شيء. قصدي انت بتعرفني شيء؟ خي لا بعرفك اول مره بشوفك. طب ليه معصب؟ ماني معصب كل ما تسالني لا معصب كانك عم بتقلي عصب. لا بس انت ليه معصب؟ بس سؤال انا مغلط شيء؟ ماني معصب ماني معصب ما سمعت شوي حصير معصب. لا بس انا انا والله انا تيتا اللي قالت لي قالت لي روح قول له روح جيب ستك وتعا. بلكي هي ستك معها شيء شافتهم تركواز وهن مش تركواز. هي قالت لي روح جيب 2 كيلو سمك تركواز قل له اللي وصيته عليهم. انا غلطت شيء معك خيي؟ يا خيي بترجع بتقول لي غلطت معك. ما خيي ما غلطت معي. ليه معصب طيب؟ خيي ماني معصب ماني معصب يا خيي ما معصب بطلت بدي بيه. روح ما رايك بس انت ليه معصب؟ بس سؤال يا عرس خيي فلت يا زلمه. انا فالي يا خيي حريش على برا يا زلمه فالي بطل بدنا بيع بس ليه معصب؟ بسكر محل بطل بدي بيع المحل. ليه معصب؟ بدي تطرق المصلحه كلها من وراك. من وراي انا؟ يا خيي ايه انا شو غلطت معك؟ يا خيي ما بقى بدي بيع سمك كرهت السمك ما اكل سمك يا خيي تعال برا يا خيي. لا بس انا انا ما بدي سمك. انا كنا متفقين احنا ومرتك. مرتك دقت لنا امبارح تليفون. مرتي ايه حبت تعمل فيك ضرب.
عيط لمر مدام طومان بس لو سمحتوا. مدام ميرنا هيها مدام ميرنا اللي حكيت امبارح هيها. انت شاطر بتعمل دروب. وركبنا كاميرات قلنا من الصبح هون احنا. ها احنا من الصبح. لك وين الكاميرا؟ لك وين شفتها؟ ما نعملها باي كلنا. ما نعمل باي وفي وحده برا بقلب السياره كمان. لك وينها ميرنا؟ ميرنا تعي تعي تعي. بعد في وحده بقلب السياره. لك وينها؟ ما نعملها باي شفتها؟ حريشه معلم من امبارح. من امبارح دقت لي تليفون قالت لي بدنا نطعمي الضرب اليوم. مرق علي.